فخورين بمشاركتنا في منتدى مسك العالم، وفخورين احنا قدرنا نشارك العامة بقدرات شركة الاتصالات السعودية فيما يخص التحول الرقمي وأيضا تطوير القدرات الداخلية وخاصة السواعد الوطنية. اليوم تحدثنا عن إمكانيات شركة الاتصالات السعودية وما تقدمه من برامج تدريبية وتطويرية للشباب السعودي وخاصة حديثين التخرج في كافة المجال سواء كانوا شباب أو بنات.